الفصل الثالث، السؤال الثالث من الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك، من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ سؤال الصدحات أو قف قبرك اللي هو يدينها يوحوية نبيك قوايو هو محمد عليه الصلاة والسلام. حتكون جوابي سأوى محمد عليه الصلاة والسلام. ابن عبد الله. ابن عبد الله. ابن عبد المطلب. أنا عبد المطلب. ابن هاشم. ابن هاشم. وهاشم من قريش. هاشم من قريش بكرر شيء. وقريش من العرب. قريش نوى عربي كم يدين. والعرب من ذرية إسماعيل. عربينا وإلمه أما ذرية النبي إسماعيل. ابن إبراهيم. إسماعيل كي ودلي ابن إبراهيم ودلي. عليهم الصلاة والسلام. عليهم الصلاة والسلام. له من العمر 63 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام عمره يسوعها لحدا يصدح سنه. 40 قبل النبوة. أفرتن سنة أنت النبي نبذا كهر بيهاي. 23 نبيا ورسولا. صدح يلواتن سنة النبي يرسول بوها. ولد بمكة وهاجر إلى المدينة وتوفي بها عليه الصلاة والسلام. مكة أيو كل شيء وحنا وهاجر مقالة المدينة أيضا أيونا كل انتهي صلى الله عليه وسلم. إلى ماذا يدعو؟ محو النبي قدتك ويراي يدعو للتوحيد قدتك ويراي توحيدك وينذر عن الشرك وحودك الدقة هي شركك. بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين الجن والإنس. إلهي وحو أصو الدري لبدأ لو يقان الثقلين أو العسلية أو إنسك أي جني. ما معنى هذا؟ ما تسمع عليه ذو محيته. معنى هذا أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر مخلد خلود أبدي في النار، سواء كان يهودي أو نصراني أو ما إلى ذلك. تاسنا معنيه ذو حوي قف كست ودعوة النبي وأيسو قارتي صلى الله عليه وسلم أو أن رومين قال ويه أما يهودي هالنقضة أما نصراني هالنقضة أما غير كيس هالنقضة. أكمل الله به الدين. إلهي النبي وحو كل ما يستر الدينك. ما معنى هذا؟ معيتها تسمع نهي أن لا نستطيع أن نبتدع في دين الله، لابد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. معنيه تسمح وي إن أن دين ت أن وح بدعة أما وح صدرين كدك النبي ونوجه حيان قادنه. لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا أمر به وعظم أمر به التوحيد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تجين وح كستوى إلهي نور وين أيه إلا ونشري ونحن وين توحيدك. ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه أعظم ما نهى عنه الشرك. وح إلهي نقف بين هينا متشران ونبي كتجي إلا ونقدجي وحن وين شركك. هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. نبي ونبي نبي نوايا رسول نوايا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. إلهي وحوي دي سنينا إن نلقى كل ميو نبي عليه الصلاة والسلام في جنة الفردوس، ولو كل ميو صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.